طيب، الحديث عن قرارات لجنة المسابقات، ده مهم جدا، ده مهم جدا. لجنة المسابقات بالاتحاد المصري طلعت اصدرت بعض القرارات، خليني اقراها مع حضراتكم. ايقاف عبد الله جمعه لاعب نادي الزمالك للطرد بعد انذاره. تغريم كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك 15000 جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز. تغريم نادي الزمالك 10000 جنيه لقذف الكره داخل الملعب لافساد هجمه المنافس. طب ايه؟ طب ايه؟ يعني هل من الممكن جدا، بصوا سواء زمالك بقى، سواء اهلي، شوفوا انا بقول ايه؟ اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد مصري، الانديه الكبيره، الانديه العريقه دي، هو ينفع ان انا امسك كوره وارميها؟ افرض مباراه نهائي دوري، او يعني المباراه، مفيش حاجه اسمها نهائي دوري، ولكن مباراه النقط الثلاث نقط بتوعها دول، لو الاهلي كسب اي فريق هياخد الثلاث نقط، الفريق اللي بيلعبه، الفريق اللي بيلعبه، واي حد من اللعيبه اللي عندنا، وليد ازار راح يجيب جون، قام رامي الكوره في الملعب، قام الحكم مصفر وعامل ايه؟ اسقاط. حضرتك هتقوم جاي مدي عليه 10000 جنيه؟ انا ما بتكلمش على لجنه المسابقات بالمناسبه، ولكن انا بتكلم على اللائحه. لائحه ضعيفه جدا جدا جدا. لائحه ضعيفه جدا جدا، يعني ايه؟ ايه يعني ايه واحد يبقى رايح يجيب جون ونرمي له الكوره في نص الملعب او في مكان او جنبه وتتوقف، او يعني انا اسف، يبقى يتحسب عليه 10000 جنيه. ده احنا هقول لكم على حاجه، لما بنلعب مع بعض في الشارع، في الشارع انا والاصدقاء، وكنا زمان بنلعب في الشارع في اسكندريه، فكنا بنبقى واقفين، لو حد عملها كنا بنذنبه، كنا بنذنبه، يفضل واقف متذنب ورافع ايده لفوق، وكنا اطفال، وما افتكرش ان حد عملها، يعني ما افتكرش ان حد عملها. فهي لائحه ضعيفه جدا جدا جدا. انا بدعو لجنه المسابقات الحقيقه لاعاده النظر في مثل هذه اللائحه، لان اللي بيحصل ده مش مظبوط. وبعدين يعني احنا يا جماعه داخلين على كاس امم، كل شويه هنقول الكلمه دي، احنا داخلين على كاس امم، سواء بقى جمهور او كذا او كذا، وفي حد لسه بيعمل كده؟ حركات قديمه جدا جدا. بقول لكم احنا عيال صغيرين، يعني من 40 سنه الكلام ده، ولا من 35 سنه، كنا اللي بيعمل كده بقول لك بنقف نذنبه، وما افتكرش ان حد عملها. يا حاج عامر من فضلك، الحاج عامر بالمناسبه بيعمل مجهود كبير جدا، ولكن ما ينفعش يا فندم ان يبقى في لائحه 10000 جنيه. اهو النادي الاهلي ملوش، مش طرف في الموضوع اهو، انا بتكلم في حته تانيه خالص. انا بتكلم ان اللائحه دي يجب ان تكون اقوى من كده بكتير. ايقاف بقى النادي، ايقاف اللاعب، ايقاف، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، ولكن أن تظهر العقوبة بهذا الشكل المخزي 10000 جنيه. ده رايح يجيب جون، راجل رايح يجيب جون، بلاش المباراة دي، هات أي مباراة تانية، واحد عمل كده. 10000 جنيه يبقى مباراة حسم في الدوري مثلا، أو نهائي دوري أو كذا أو كذا، وواحد يرمي كرة في نص الملعب تتحسب له وكذا ويتعمل عليه 10000 جنيه. هل ده كلام؟ هل ده يعقل؟ لائحة ضعيفة جدا جدا جدا، يجب أن يكون هناك وقفة في مثل هذا الموضوع. خلاص الموضوع ده عدى، لكن اللي جاي هو مش ممكن تتكرر تاني؟ ممكن كل الأندية خلال الفترة اللي جاية أي حد يوقف حد بقى من عنده ورا الجون، وأي حاجة تحصل يقوم جاي يقول لك مش أنا، ده الواد الصغير اللي عمل كده. 10000 جنيه أي حد يدفعها. المهم أخد البونت، أخد 3 بونت زي ما هتكون. فلائحة ضعيفة جدا 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 جدا، يجب أن يكون هناك تغيير في هذه اللائحة. وأرجو أن الحاج عامر يعني بيسمع الكلام الناس كلها، وحتى بياخد دايما الانتقادات بصدر رحب. ده مش انتقاد للجنة المسابقات بالمناسبة، ولكن ده انتقاد للائحة موجودة، يجب أن يتم تغييرها. الماتش الجاي الأهلي ووادي دجلة، وليد ازار ولا اي حد من اللعيبه اللي بيلعبوا قدام، اي حد من اللعيبه اللي بتلعب قدام راح يجيب جون، او اي حد راح يجيب جون، جه واحد واقف من بره رمي له الكره في الملعب، ده كلام يا جماعه؟ وتقول لي 10000 جنيه؟ ما ينفعش يا جماعه الكلام ده خالص خالص. اي حد، وبالمناسبه تطبق على النادي الاهلي باقصى عقوبه لو في حاجه، ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا، لان ما اعتقدش ان احنا بنعمل حاجه زي دي. بس ماشي، انا بتكلم
بشكل عام تطبق على كل الأندية، تتحط لائحة صارمة ولائحة قوية تطبق على كل الأندية. يعني وبعد كده انا عارفين هعمل ايه، هروح في مباراه للاهلي وانا بنفسي حارب الكره عشان تتطبق على النادي الاهلي عشان الناس بس تستريح من جواها. شفتوا بقى وصلت لدرجه ايه؟ لكن 10000 جنيه في مباراه، يعني في اي مباراه تانية ممكن يحصل كده؟ هتقول لي 10000 جنيه ازاي يعني؟ يجب ان يكون وقفه، يجب ان يكون هناك وقفه في مثل هذا الموضوع، لانه في النهايه بيمس انديه الدوري كلها، ال 18 نادي اللي موجودين وبيلعبوا، اي حد ممكن يعمل كده، وفي الدرجه الثانيه كمان يحصل كده. لكن واحد راح يجيب جون يرميله. ايقاف حسام حسن وابراهيم حسن مباراه بسبب الطرد للاعتراض على حكم مواجهه بيراميدز والزمالك، ده طبيعي. تغريم نادي الانتاج الحربي 5000 جنيه لاحماء اللاعبين في غير الاماكن المخصصه. يعني الاحماء في غير الاماكن المخصصه ب 5000 جنيه، وان حد يرمي كره في الملعب ب 10000 جنيه أثناء المباراة وهي بتتلعب. تغريم الداخلية 5000 جنيه لإحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة. تغريم محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربي 5000 جنيه. إيقاف المدير الفني للإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مواجهة الدراويش. إيقاف أودا مارشال لاعب نادي الإسماعيلي مباراة للطرد لسابق الإنذار. تمام، يعني في النهاية كل اللي عايز أوصله لأعضاء لجنة المسابقات ورئيس لجنة المسابقات أن يجب أن يكون هناك نظرة في مثل هذه في مثل هذه اللوائح. ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم ممكن جدا جدا كرة زي دي تغير من شكل الدوري، سواء بالهبوط أو بحسم الدوري فوق، تغير مسار البطولة، سواء بحسم الدوري فوق أو الهبوط تحت. فمن فضل حضراتكم، ويجب ان يكون التغيير سريع جدا جدا جدا. انا ما اعرفش هل من الممكن السنه دي ده يحصل ولا لا، لان السنه دي مطوله معانا شويه، مطوله معانا لغايه شهر 9 تقريبا، خصوصا بعد تاجيل بقى كاس الامم الافريقيه. وبالمناسبه هنا في ملعب الاهلي كان معايا الحاج عامر واتكلمنا في هذا الموضوع، يمكن اول برنامج اتكلم في هذا الموضوع، وقال عندنا هنا ان احنا سوف يتم تاجيل بطوله كاس الامم الافريقيه خلال الفتره القادمه عشان موضوع شهر رمضان وبعد رمضان، واللعيبه تعمل ترجع تتعود تاني على اليوم العادي مش اليوم بتاع رمضان. وبالتالي نتمنى ان ده يحدث خلال الفتره القادمه. طيب